السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة كل يوم حم. معكم منال بوجنير، واليوم في فيديو جديد. أولا أريد أن أتمنى التوفيق لكل أصحاب البكالوريا الآن من جميع الدول العربية. هذه فترة امتحانات، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بالنجاح والسداد. شهادة البكالوريا شهادة مهمة جدا، واعتمادا على المعدل في مرحلة البكالوريا أو الثالثة ثانوي سوف تستطيع التقديم على مجموعة من المنح الدراسية. أتمنى لكم التوفيق، وهذه المنحة المقدمة اليوم أيضا في هذا الفيديو فهي متاحة لكم. مرحبا بكم من جديد. إذا كنت مهتم بالدراسة في إيطاليا فدعوني أخبركم أن منحة الحكومة الإيطالية قد مددت الموعد النهائي للتقديم، وعوض أنه كان يوم 7 يونيو أصبح يوم 9 يونيو، وبالتالي هذه فرصة ثانية لمن لم يحالفه الحظ في التقديم حتى الآن، فسارعوا بالتقديم. حتى بالنسبة لفريق كل يوم منحة، لازلنا نستقبل الطلبات على هذه المنحة حتى يوم 8 يونيو. فقط أيضا ملاحظة مهمة أن الموعد النهائي للتقديم هو 9 يونيو، ولكن ليس ليلا 9 يونيو بتوقيت الثانية ظهرا بتوقيت أوروبا الوسطى، فبالتالي ننتبه أيضا لهذه الملاحظة. طيب الآن بالنسبة لمنحة اليوم، منحة اليوم هي منحة مقدمة من طرف دولة إندونيسيا، تحديدا من طرف جامعة المحمدية بمدينة سوراكارتا أو مدينة سولو. هذه المنحة مقدمة لجميع المراحل الدراسية، سواء كنت بكالوريوس ماجستير أو دكتورة، يعني كل الفئات الأكاديمية يمكنها التقديم، وأيضا بدون أي استثناء لأي دولة، والأكثر لا يوجد حد أقصى للعمر. صراحة هذه تعتبر من بين المنح والفرص النادرة جدا، وإن أتيحت ولا بد أن يتم اغتنامها. آخر موعد للتقديم على هذه المنحة يوم 30 يونيو، يعني خلال نهاية هذا الشهر هناك وقت كافي للتقديم. سارعوا إن شاء الله بالتقديم على هذه المنحة باتباع الخطوات التي سوف أشرح في الفيديو، ولكن قبل تعرفوا على مميزات هذه المنحة. مميزات المنحة كالتالي: أولا سوف أحصل على دراسة بالمجان طول مدة الدراسة، يعني إذا كنت تريد دراسة البكالوريوس فهناك 4 سنوات ما يعادل 8 فصول، بالنسبة للماجستير 2 سنين ما يعادل 4 فصول، وبالنسبة للدكتوراه 3 سنوات ما يعادل 6 فصول، بالإضافة أنك سوف تحصل على راتب شهري يصل إلى 1,750,000 روبية، عملة الإندونيسية هي الروبية الإندونيسية، و1,750,000 هو مبلغ كافي للمعيشة بإندونيسيا من حيث إيجار السكن ووجبات الطعام أيضا، بالإضافة أنك سوف تحصل على مصاريف الكتب بشكل شهري ما يعادل 50,000 روبية روبية إندونيسية، ولا ننسى أنك سوف يكون عندك تأمين طبي ومصاريف الفيزا أو التأشيرة، وأيضا تذكرة الطيران للعودة إلى بلدك. طيب هذه المميزات تجعل من هذه المنحة منحة ممولة بالكامل: دراسة بالمجان، راتب شهري، تأمين طبي، مصاريف الكتب، تذكرة الطيران، وأيضا مصاريف الفيزا. طيب أكيد أي منحة يكون لديها شروط، ولكن ما تحدثت عنه في المقدمة يجعل من هذه المنحة فريدة من نوعها. الأول أنه يكون العمر على الأقل 18 سنة، وثانيا حتى تستمر الاستفادة من المنحة هناك شروط: أنه غير مسموح بالعمل، وغير مسموح بالزواج خلال فترة الدراسة يعني داخل إندونيسيا، وغير مسموح أيضا بالحصول على GPA أقل من 2.75. إذا سوف تحصل على 2.5 فهذا يعني أنه سوف يتم إقصاء المنحة لك، بالإضافة أنه يجب التخرج خلال مدة الدراسة فقط، يعني مسموح لك ب4 سنوات في البكالوريوس، إذا تجاوزت هذه المدة فسوف يكون على حسابك الشخصي، وأيضا خرق أي قوانين وقواعد الجامعة والبلد سوف يمنع عليك هذه المنحة. وبالنسبة لشرط اللغة الإنجليزية فهو ليس بالشهادة الدولية المطلوبة، يعني أي شهادة ممكن أن تقدمها لإثبات أنك تتقن اللغة الإنجليزية، بالإضافة أنك تكون خالي من أي أمراض التي ممكن أن تنتقل لأشخاص آخرين، وأنك لا غير متعاطي للمخدرات أو أي نوع من المخدرات بشكل عام، بالإضافة أنها لا تحتاج إلى انترفيو. فبالتالي فعليا هي الشروط التي قاموا بوضعها ليست بشروط معقدة بتاتا، وأنا متأكدة أن كل الطلاب تحقق هذه الشروط. طيب الآن بالنسبة للوثائق المطلوبة لأجل التقديم، الوثائق كالتالي: أولا نحتاج صورة من جواز السفر،
وصورة للغلاف الخارجي لجواز السفر الذي يكون فيه مثلا شعار الوزارة الخارجية بالمغرب وأيضا مكتوب عليه المملكة المغربية جواز سفر بالنسبة لمصر جمهورية مصر العربية. فبالتالي هذا الغلاف يتم تصويره من الخارج. أيضا بالنسبة لصورة شخصية تكون واضحة جدا بخلفية بيضاء زرقاء، يعني تكون خلفية موحدة، بالإضافة أنه يتم الاحتياج لشهادة التخرج وشهادة كشف الدرجات. يعني الآن في مرحلة الثانوية أكيد النتائج سوف تظهر يعني خلال كم يوم، فبالتالي بمجرد ظهور النتائج حاول أن تقوم بإرفاق هذه الوثائق وترجمتها للغة الإنجليزية. يرجى عدم إرفاق أي وثائق بلغة عربية أو لغة فرنسية، بالإضافة إلى خطاب توصية، يعني يفضل أن يكون عندك خطاب أو خطابين للتوصية. أيضا هناك ملف طبي يجب أن تقوم بطباعة هذا الملف، وهو الذي يظهر لكم الآن في الشاشة، وتأخذه إلى أي دكتور، وممكن في بعض الدكاترة التي تقوم بالإمضاء مباشرة وبعض الدكاترة التي سوف تطلب منك إجراء هذه التحاليل الطبية. أيضا وهذا شيء optional اختياري، إرفاق وثيقة تثبت يعني عدم تعاطيك لأي نوع من المخدرات. أيضا هناك فورم أو declaration أو يعني موافقة على مجموعة من الشروط الخاصة بالجامعة، ويجب طباعة هذه الوثيقة وملأها، ملء المعلومات الموجودة في الجدول، وأيضا الإمضاء ورفعها أو قيام بسكان لهذه الوثيقة وإرسالها أيضا في شكل PDF. بالإضافة أنه هناك مجموعة من المقالات التي يجب الإجابة عنها، هذه المقالات التي تخص يعني إنجازاتك السابقة، your achievements، مثلا حصلت على أي منحة سابقا، فزت بأي مسابقة، كنت الأول مثلا، شهادات حصلت عليها. والمقالة الثانية تتحدث فيها عن منظمات قمت بالمشاركة فيها، سواء كانت لأعمال تطوعية أو أعمال اجتماعية أو ثقافية أو مهما كان المجال. وبالنسبة للمقالات هناك نقطة معينة أحيانا لا ننتبه لأدق التفاصيل مما يؤدي إلى الرفض، فبالتالي ركزوا في كل التفاصيل الخاصة بالتقديم على أي منحة بحيث يكون التقديم بشكل. طيب بالنسبة للملاحظات التي ممكن أن أقدم عن المقالات، إنها تكون مركزة بشكل أساسي عن ما هو مطلوب، تمام، وبلغة إنجليزية تكون صحيحة، وتفادوا أن يكون المعلومات مأخوذة من جوجل أو كوبي بيست، إنها تكون بالخط تايمز نيو رومان، يعني الفونت الخاصة بالكتابة تكون تايمز نيو رومان، حجم الخط يكون 12 والسبيس يكون 1.5، واضح، وعدد الكلمات لا يتجاوز 1500. 1500 كثير جدا، فبالتالي يعني إذا كانت فقط ما بين 500 كلمة فأوردي هدف كافي وجيد. هذه كل الوثائق سواء الخاصة بالماجستير أو الدكتوراه أو البكالوريوس. أيضا أنا أفضل بالنسبة للماجستير والدكتوراه أنهم يقوموا بإرفاق أبحاث قاموا بإجرائها سابقا أو سيرة ذاتية، يعني وثائق تكون داعمة للطلب، هذا يجعل الابليكيشن متميز. وبالنسبة لشهادة اللغة الإنجليزية فيعني يمكن إرفاق أي شهادة تثبت مستواك. طيب خلونا الآن نتحدث عن التخصصات المتاحة. بالنسبة للتخصصات هناك شقين، هناك تخصص بلغة إندونيسية وتخصصات باللغة الإنجليزية. بالنسبة للبكالوريوس متاح لديهم الاختيار، يعني إما أن تدرس كطالب إنترناشونال أو تدرس كطالب ريجولر. بالنسبة للطلاب الذين يريدون الدراسة بلغة إندونيسية، لأن هناك برامج كثيرة جدا للدراسة باللغة الإندونيسية والتي تسمى بالباهاسا، أو اللغة الإندونيسية تسمى بالباهاسا الإندونيسية، فبالتالي يجب أنك تحصل على سنة لتعلم اللغة الإندونيسية، وهذا شيء إلزامي جدا. أوكي؟ إذا أنت تريد دراسة بلغة إنجليزية فهناك تخصصات مثل Communication Science، مثل الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، والهندسة الإلكتريكال إنجينيرين أو الهندسة الكهربائية. أيضا هناك تخصص يتم دراسته بلغة عربية اللي هو الخاص بالدراسات الإسلامية. وأيضا بالنسبة للمانجمنت وهو تخصص أكيد ممتاز جدا، وتخصص التمريض أو النيرسين هو أيضا بلغة إنجليزية. أما بالنسبة للماجستير والدكتوراه فكل التخصصات تكون بلغة إندونيسية. أكيد هناك بعض يعني المواد التي ممكن دراستها بلغة عربية أو إنجليزية، مواد وليس تخصص بشكل كامل، ولكن بشكل عام فالتخصص سوف يتم دراسته بلغة إندونيسية مع حصولك على سنة لتعلم اللغة، وأيضا إرفاق وثيقة تثبت مستواك في اللغة الإندونيسية، وهي ممكن يكون أي اختبار أونلاين للغة الإندونيسية أو أي وثيقة تثبت، أو حتى إن كانت مكتوبة أني أنا لا أعرف اللغة الإندونيسية ولكن أريد الدراسة وتعلم هذه اللغة بجامعات محمدية سوراكارتا. هذا كل شيء سواء من حيث الوثائق، من حيث التخصصات. آخر موعد للتقديم 30 جون، مرة
ركز جيدا، يعني حاول تقديم في أسرع وقت ممكن. لا يوجد بها انترفيو، لا يوجد بها application fees، التقديم مجاني 100%. سوف تتكلف مصاريف الفيزا وكل شيء، والدراسة سوف تبدأ خلال سبتمبر. بالنسبة لأبليكيشن، التقديم سهل جدا، وكما يظهر لكم في الشاشة هناك أبليكيشن خاص بالبكالوريوس وأبليكيشن خاص بالماجستير والدكتورة. فإذا أنت طالب بكالوريوس تضغط على هذا الرابط، وإذا طالب دكتورة أو ماجستير تضغط على الرابط الثاني. طيب، عندما تبدأ التقديم يطلب منك مجموعة من المعلومات الخاصة بالمعلومات الشخصية، معلومات عن السكن، معلومات عن المرحلة الأكاديمية السابقة التي درست، إرفاق الوثائق، أيضا بالنسبة للتخصص الذي تريد دراسته ولغة الدراسة، وفي النهاية كتابة المقالات وإرفاق الوثائق الأخرى من حيث خطاب التوصية، وأيضا الكشف الطبي وكشف والديكلاريشن أو الموافقة على الشروط. هذا كل شيء، وبعد ذلك تضغط على سابميت. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق جميعا في منحة جامعة المحمدية للدراسة بسوراكارتا بإندونيسيا. إذا مهتم بالتقديم عليها لا تنسى ملء الاستمارة، وسوف تجد رابط الاستمارة في صندوق الوصف. أكيد جميع الروابط الخاصة بالمنحة موجودة في صندوق الوصف. وفقط للإشارة الأخيرة قبل انتهاء هذا الفيديو، أنا كنت أحد الطلاب الذين درسوا بجامعة المحمدية في سوراكارتا لمدة 4 سنوات لمرحلة البكالوريوس. إذا مهتمون بمعلومات أكثر حول هذه الجامعة وحول هذه المدينة والدراسة والمنحة، ممكن أيضا أن تكتبوا لي ذلك في التعليقات، وسوف نقوم بعمل لايف أو بث مباشر ونتحدث فيه أكثر بشكل يعني مباشر، بحيث أستقبل جميع أسئلتكم وأرد عليها في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. فاكتبوا لي ذلك في التعليقات إن كنتم مهتمون به، وإن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا. إلى اللقاء، دمتم بخير، بالتوفيق أي مرة أخرى لأصحاب البكالوريا. ألقاكم في الفيديو القادم مع فرصة جديدة. مع السلامة.